الريفية في جميع أنحاء العالم بألف خير. الرفاق الأعزاء، طاب مساءكم. يصادف اليوم 15 من شهر أكتوبر اليوم الدولي للمرأة الريفية تحت شعار الزراعة المراعية من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات. هذا اليوم الذي حددته الجمعية العامة بموجب قرار 136/62 في 18 ديسمبر 2007، وذلك إيمانا منها بما تطلع به النساء الريفيات بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية من دور وإسهام في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف. وكذلك يصادف في 17 من أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر المدقع، وهذه المناسبتين تؤكد ترابط بعضهما ببعض وتشكل اعتراف بحقوق أساسية للإنسان التي لا زالت تنتهك بمختلف الأساليب، وتشكل النساء الغالبية العظمى خاصة حقوق النساء الريفيات. وحسب إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية تشير إلى أن 1/3 فقراء العالم من النساء، وعدد النساء الفقيرات في ارتفاع مستمر حيث وصل إلى 50% خلال العقدين الأخيرين، وازدادت نسبتهن في بعض الدول العربية إلى 65%. وهذا ما يؤكد ظاهرة تأنيث الفقر والتي تعني فرص أقل للنساء وعدم التكافؤ في فرص التعليم والعمل وتمليك الأراضي. وهذه ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم وهي في ازدياد مضطرد، ويأتي هذا الاحتفاء تقديراً لدورها نظراً لاعتمادها في الغالب على الموارد الطبيعية الزراعية لتحقيق كسب عيش أسرتها. وفي تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضحت إن في البلدان النامية تمثل المرأة الريفية 43% من القوى العاملة الزراعية، وينتجن الكثير من الموارد الغذائية المتوفرة بما يجعلهن المسؤولات الأساسيات عن الأمن الغذائي. وإذا وضعنا في الاعتبار أن 76% من الذين يعيشون في فقر مدقع يتواجدون في المناطق الريفية، فإن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية سيسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعل المرأة الريفية عنصراً هاماً لنجاح أعمال التنمية المستدامة حتى عام 2030. وتنوه منظمة التضامن الأردنية أن وجود 1.2 مليار فقير وفقيرة حول العالم على أقل من دولار واحد في اليوم، يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم. وقد أكدت اتفاقية السيداو في المادة 14 بالاهتمام بحقوق المرأة الريفية لأهمية دورها في المجتمع وما تقوم به من أدوار، فهي المسؤولة عن تأمين الغذاء والوقود وعن أعمال الأسرة ورعاية الأطفال وكبار السن، هذا إلى جانب العمل مع الرجل في إنتاج المحاصيل ورعاية الماشية والمهام المنزلية. إن حماية النساء من العنف والفقر والتمييز داخل الأسرة وخارجها يجب أعطاها حقوقها في التعليم وتمليك الأراضي والعقارات والموارد المالية وحقهن في الميراث. هي أساسيات لتمكين النساء الفقيرات للتمتع بمستقبل أفضل لهن ولأسرهن. ويسعدنا اليوم أن نلتقي معكم في هذه الندوة نلقي الضوء على المرأة القروية في البحرين بين الماضي والحاضر، تتحدث فيها الرفيقة بدرية المرزوق عضو اللجنة المركزية وقطاع المرأة بالتقدم. شكرا رفيقة خديجة، السلام عليكم. يعني لما طلب مني أن أعد ندوة عن المرأة القروية يعني فكرت شوي، قلت يعني ما في ذاك الفرق بين المرأة في القرية والمرأة في المدينة، حتى ترددنا كثير أني والرفيقة فهيمة بخصوص العنوان. طبعا ما عادت القرى ديك القرى اللي تحيط فيها البساتين والعيون من جميع الجهات، وإحنا جيل الخمسينات يعني في ذاكرتنا كل الجمال اللي كانت تتمتع فيه قرى البحرين. يعني لحقنا على القديم وعلى الجديد، لحقنا على القديم اللي ما كان في مدرسة في القرية، ولحقنا على الوقت الحاضر والثورة التكنولوجية والمرأة اللي وصلت إلى أعلى المراتب. بس
يعني من الذاكرة ممكن نتكلم شوي عن المرأة في ذاك الوقت، ولما نجي للحراك السياسي ما قدرت أفصل أني بين المرأة في المدينة والمرأة في القرية. بالنسبة إن صغر المساحة الجغرافية للبحرين تمكننا من الجزم بأنه لا توجد فوارق كبيرة تفصل مجتمع القرية عن المدينة، والقرى في بلادنا البحرين تمثل منذ القدم العمود الفقري في التكوين السكاني، وهي تجمعات سكانية صغيرة ذات أصالة تاريخية وبعد اجتماعي لصيقة ببعضها البعض، وتشتهر بأسماء أبنائها المعروفة والتي تعتمد على شخصياتها العملية والحرفية المميزة التي صبغت نمطها الاجتماعي والثقافي لقرون متتالية. وقد اختلفت حياة المرأة القروية في فترة ما قبل التعليم عن حياتها بعد أن بدأ التعليم في القرى في العام 1958، حيث كانت المرأة تعامل منذ طفولتها على أنها عبء كامل على أسرتها، وفي شبابها حتى تتزوج وهي عبء على زوجها في بيته، وإذا قدر لها الفشل في زواجها فهي تعود مرة أخرى لتكون عبء إضافي جديد هي وأبنائها في بعض الأحيان. ورغم ذلك إلى أن النساء استطعن على تدبير أمورهن المادية البسيطة، وهنا قد تكون المهن مشتركة بين نساء القرية والمدينة. لقد عمل البعض منهن والأكثر يعني كمعلمات لتحفيظ القرآن وفي الخياطة والتطريز وتربية المواشي والدجاج وبيع المنتجات من حليب وبيض، هي كلها يعني أعمال للمرأة، ومن حليب وبيض تباع لبيوت الحي، بالإضافة إلى العمل في التوليد المنزلي وبعض أعمال التدليك والحجامة والأعمال الزراعية جنبا إلى جنب مع الرجل، إضافة إلى العمل في مهن حرفية أخرى كالسف الحصري والسلال من سعف النخيل. هذا كله بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية الشاقة والملقاة على عاتقها واضطرارها إلى نقل الماء بسبب عدم توفر المياه في البيوت من الينابيع البعيدة، ونقل الثياب أيضا والأواني والحصر لغسلها في العيون المنتشرة حول القرية، حيث أن قرى البحرين كانت محاطة بالبساتين وعيون المياه العذبة التي كانت تنتشر وبكثرة في القرى. وينبغي الإشارة إلى أن هذه المشاوير للنساء، وبالرغم من مشقتها إلى أنها كانت تضفي جمالا وحيوية وحياة اجتماعية جميلة بين النسوة والفتيات، وتمكنهن من تبادل الأحاديث والحكاية والهموم اليومية، كما كانت لهن مشاركاتهن في المناسبات القرية من أعراس وأفراح وقراءات في المناسبات الدينية، والمشاركة الجماعية من أهل القرية قاطبة، حيث أن دعوات الزواج لم تكن فردية بل الجميع كانت تتم دعوتهم والمشاركة جماعية في الإعداد لهذه المناسبات، بالإضافة إلى قيام مجموعة من النساء بترتيب رحلات وأغلبها إلى بعض المساجد كشيخ ميثم في الماحوز وبعض المساجد الأخرى، حيث يقمن بالترتيب لها مسبقا حاملين معهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب. لقد كان بدء التعليم في قرى البحرين للفتيات ثورة حقيقية ومحطة تاريخية مهمة من محطات تحديث المجتمع القروي، حيث أحدث نقلة كبيرة للمرأة القروية، ومع افتتاح أول مدرسة للبنات في قرية جد حفص أبريل عام 1958 شهدت المنطقة حركة غير اعتيادية، حيث ارتدت الفتيات مرايل المدرسة ذات اللون الرصاصي والباقات البرتقالية وهن يتوجهن إلى المدرسة صباحا. لقد كانت ظاهرة ملفتة وغير مألوفة لهذا المجتمع الذي يرفض تعليم البنات ويعتبر تعليمهن منافي للأخلاق والدين، وقد أصرت بعض العوائل على حرمان بناتهن من دخول المدرسة.
يعني بالرغم من أن موقعها كان قريبا إن لم يكن لصيقا لبعض البيوت، هذا الحرمان الذي أثر سلبا على حياتهن، وتم تزويجهن في عمر مبكر، بينما كان البعض الآخر مرحب جدا بفكرة تعليم البنات، وكانت الفتيات في عمر صغير يقطعن المسافات مشيا على الأقدام من قرى السنابس والدي وجبلة حبشي وعين الدار للوصول إلى المدرسة من في جد حفص والانتهاء من العلم. وأقتبس هنا من كتاب قدر وسيرة حياة ترويها السيدة زهرة مصطفى أول مديرة لمدرسة جد حفص، والتي كتبتها ابنتها الأستاذة غادة المرزوق ابنة عمها. يقول الكتاب أنه في الموعد المحدد وهو 7 نيسان عام 1958 تم افتتاح مدرسة جد حفص، وكان القصد من افتتاحها قبل نهاية الصيف ب3 أشهر هو اعتبار هذه الفترة فترة تحضيرية لتهيئة الأهالي في المنطقة لفكرة وجود مدرسة لتعليم بناتهن، بالإضافة إلى الإعلان داخل القرية والاستفادة في ذلك ببعض رؤوس العائلات الكبيرة في المنطقة والتي كانت تشجع توفير التعليم لبناتها. كانت نشرة الأخبار التي تذاع يوميا من الإذاعة تحتوي أخبارا يومية عن المدرسة الجديدة وعن عدد البنات اللواتي تم تسجيلهن، وكان القصد من هذا الإعلان هو تشجيع الأهالي وحثهن على إرسال بناتهن إلى المدرسة، وكان العدد يتزايد حتى وصل إلى 60 طالبة كانوا معظمهن من قريتي جد حفص والسنابس وعدد قليل جدا من القرى المجاورة. ومن الأمور غير العادية هو قيام مديرة المدرسة بتسجيل أولاد مع البنات، حيث رأت رغبة الأمهات بتسجيل أولادهن في الروضة، وقامت بالتنسيق مع مدرسة الأولاد في جد حفص بتسجيلهم، وارتفع عددهم من 10 إلى 12 ولد في السنة الأولى والثانية. لقد تلت مدرسة جد حفص مدارس أخرى وفي قرى عديدة، منها مدرسة السنابس الابتدائية عام 1967، وأيضا في باربار على ما أعتقد 1972-1973، والدي والدراز وغيرها. دخول الفتاة القروية المدرسة لم يساهم في تعليمها المواد الدراسية فحسب، بل أيضا أكسبها وعي اجتماعي وثقافي وصحي بفضل الأنواع المختلفة من الأنشطة التعليمية التي كانت تمارسها. وقد تخرج من هذه المدرسة أول فوج من الطالبات من السادس الابتدائي عام 1965، يعني مع انتفاضة مارس، وأخص بالذكر منهم الرفيقات نجاة الموسوي وبدرية المرزوق وحياة الموسوي ورباب رضي والمرحومة صديقة الشهابي من جد حفص وأختها والصديقات بدرية طريف من السنابس وغيرهم، ليخرجن إلى المدينة ويكملن دراستهن في مدرسة الحورة الإعدادية، حيث كانت الإعدادية الوحيدة لمنطقة المنامة والقرى. لقد ساهمت مدرسة جد حفص وبدور كبير في تنوير بنات المنطقة، وواصلت الدفعات الأولى دراستها في المعهد العالي للمعلمات ليعملن مدرسات في نفس المدرسة، والبعض الآخر في بعض وزارات الدولة كالصحة وغيرها. ومع وصول المجتمع إلى مستوى من الوعي في النصف الأول من السبعينات، أخذت الفتاة في القرية تتطلع إلى تكملة دراستها الجامعية في الجامعات خارج نطاق البحرين مثل الكويت والعراق وسوريا ومصر ولبنان، وخاصة عندما بدأت الحكومة تبعث عدد أكبر من الطالبات، حيث كان لفتاة المنطقة القروية المتفوقة نصيب. إن مدرسة جد حفص تعتبر منجز حضاري تركت أثرها الملموس في حركة التعليم، وتخرجت منها طالبات صار لهم حضورهم المميز في صفوف الكوادر العلمية للطب والهندسة والعلوم والقانون، وأيضا في صفوف الكوادر الوطنية. وقد أدى العلم والوعي إلى تمكين المرأة في القرية من تأسيس جمعية فتاة الريف بقيادة السيدات نجاة وحياة الموسوي والسيدات رباب ونعيمة رضي وفاطمة رضي والمرحومة صديقة شهابي وأختها صفية وغيرهن من قرى جد حفص والسنابس والدي. وبذلك بدأت المرأة القروية تساهم بعد العلم ببناء مجتمعها
من خلال العمل التطوعي الاجتماعي. ومن أهم مشاريعها التي بدأت بها مشروع محو الأمية في مدرسة جد حفص، حيث كانت الفتيات الخريجات من المدرسة أنفسهن وعضوات جمعية فتاة الريف يقمن بتدريس كبار السن من النساء اللواتي لم تسمح لهن ظروفهن بالدراسة صباحا، وفي المدرسة كانت الدروس في الفترة المسائية تعطى في الفترة المسائية، وفي نفس الفصول بعد التنسيق مع الإدارة ومع إدارة المعارف حينذاك. أوكي. لقد صقلت جمعية فتاة الريف شخصية المرأة التي انضمت إليها، لقد كانت لها البيت الثاني، ففي هذا البيت ترعرعت ونمت أفكارها التنويرية تجاه تحرر المرأة واكتساب حقوقها المغيبة لسنين. ومع افتتاح جامعة البحرين عام 86، فإن فرص دخول الفتيات من جميع أنحاء البحرين ومن الأسر المحافظة والمتوسطة الدخل قد زاد وأصبحت متوفرة، وأتاحت لهم استكمال دراستهن العليا، وهذا لا شك كان له تأثير كبير على المجتمع وعلى مسيرة العمل الاجتماعي والسياسي والثقافي ومشاركة المرأة في جميع المجالات. إن العمل السياسي للمرأة في البحرين قبل الاستقلال لا يعطينا مساحة للفصل بين المرأة في الريف والمرأة في المدينة. أنا حاولت أفصل بس ما أعتقد أقدر. وهنا أقتبس من مقال عنوانه المرأة البحرينية في الحراك المجتمعي ما قبل الاستقلال للباحثة والكاتبة الرفيقة فوزية مطر، تقول إن المرأة البحرينية لم تكن غائبة عن الحراك المجتمعي ما قبل الاستقلال في مختلف المجالات، بل إن مشاركتها كانت تتحول من محدودة إلى عامة شاملة في المنعطفات التاريخية ذلك الحراك بما يتسم به من تصاعد الحدث وسخونته واتساع المشاركة الشعبية العامة. وعن دورها في انتفاضة مارس المجيدة تستطرد الكاتبة رفيقة فوزية في مقال آخر أن النساء كان لهم دور لافت، لكنه لم يكن دور متخذ القرار إلا في حالات نادرة. لقد كانت النساء متذمرات على الأوضاع التي يعانيها عمال البحرين، وكنا ضد الاستعمار وضد الإنجليز ولا نريد بقاء الاستعمار، لكن أهم الأدوار التي أدتها المرأة ذلك الوقت كانت أولا كان تفاعل الشابات والطالبات واضحا مع تحرك العمال والطلاب، منذ أن تجاوبت طالبات المدرسة الثانوية مع تحرك العمال والطلاب يوم 11 مارس لولا أحكام إدارة المدرسة إغلاق أبوابها. كما شاركت النساء في المظاهرات وإلقاء الهتافات وإلقاء الكلمات. أما نساء البيوت فكنا يجتمعن عند الأبواب وعلى أتم الاستعداد لإخفاء من يحتمي ببيوتهن. وفي عام 67 شاركت النساء في المسيرات وخرجت الطالبات رفضا لهزيمة يونيو 67 مع العدو الإسرائيلي. لقد أخذ الفكر السياسي يتبلور للنساء المتعلمات في بداية السبعينات أي بعد الاستقلال وخروج بعض الفتيات للدراسة في الجامعات وتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في الخارج عام 72. لقد سعت المرأة في بداية السبعينات في الداخل لتشكيل وتأسيس النقابات العمالية وشاركت في لجانها عام 73 إلى 75 حتى تضافرت جهود العاملين والعاملات والقيادات النقابية مع نضالات كتلة الشعب البرلمانية في تحقيق المطالب العمالية العادلة، كما شاركت في الإضرابات العمالية والمسيرات الطلابية. لقد مكنت التنظيمات السياسية المرأة من صقل شخصيتها وتربيتها تربية سياسية أهلتها لتشكيل تنظيماتها النسائية كرافد من روافد المنظمات الحزبية. هذه التنظيمات التي لعبت دورا أساسيا في جميع المحطات النضالية وأهمها انتفاضة مارس المجيدة. لقد سطرت المرأة البحرينية في القرى والمدن أنصع الصفحات في تاريخ جبهة التحرير الوطني البحراني، فمنذ تأسيس الجبهة عام 54 والمرأة البحرينية تقف بجانب زوجها طوال المسيرة النضالية متحملة في ذلك أعباء الأسرة أثناء
فترة اعتقال الزوج والنفي مروراً يعني مروراً بفترة السبعينات والثمانينات إلى فترة الانفراج الإصلاحي في عام 2001. ومن خلال تتبع الأحداث منذ اندلاع الحراك السلمي في 14 فبراير 2011 وإلى يومنا هذا، نلاحظ بأن مشاركة النساء في التظاهرات والتحركات والاعتصامات في ذلك الوقت كان ملفتاً في مناطق البحرين المختلفة. فلقد تحركت نساء القرى كما تحركت نساء المدينة في المجال الإعلامي والميداني أو ميدان الدعم المادي والمعنوي، وكذلك في ميدان التطبيب. وكم من حالات حرجة قامت بها الطبيبات والممرضات، كما قامت بدور إعلامي كبير عبر كونها مراسلة أو إعلامية أو مصورة أو متحدثة لوسائل الإعلام أو مدافعة عن حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها، ولا يزال حضورها مستمراً وملفتاً، وهذا ينم عن وعي لديها رغم تعرضها لشتى أنواع الاعتداءات من قبل قوات الأمن والتعذيب والاعتقال أثناء وبعد ذلك الحراك. ولم تؤدي تلك المحاولات لكسر إرادتها وإبعادها عن المشاركة السياسية والانسحاب من المشهد العام، بل العكس. وربما الحديث يطول، لكنني أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الرفيقة بدرية على أنها أعطتنا فكرة كاملة عن دور المرأة في القرية وعن الظروف اللي عاشتها وتاريخ افتتاح المدرسة الرسمية اللي هو 1958، اللي بدأ ب60 طالبة إلى أن تخرجت إلى أن وصلت الجامعات. فهذا شيء واحد يفتخر فيه، ودور المرأة في انتفاضة مارس ودورها في أحداث 2011 وضحت لنا دور المرأة وأهميتها. اللي يحب يتداخل أهلا وسهلا فيكم الحضور، اللي عنده أي مداخلة أي سؤال يتفضل. أستاذة ماريا. السلام عليكم. مشكورة الأخت بدرية، محاضرة جميلة جدا، رجعتنا حق الزمن الجميل. طبعا اللي تطرقت للأخت بدرية يعني بيّن أهمية التعليم في تطور وضع المرأة في البحرين بشكل عام، يمكن والقرى بشكل خاص، مع أن مثل ما ذكرت الأخت بدرية يعني إحنا ما نشوف يعني فاصل من داخل وضع المدينة بالقرية، يمكن لصغر حجم مساحة البحرين. يمكن هني من خلال ما ذكرت الأخت بدرية يبرز دور المرأة في الحراك الوطني. أعتقد أن يعني القرى كانت متقدمة جدا، يعني أنا عشت في الرفاع، لكن أشوف يعني إن يعني ما في هذاك الدور اللي قامت بالنساء في الحركة الوطنية. في بعض الشخصيات في الرفاع، يعني يمكن أستاذة نسيت، يعني هي بعد من جبهة حمدة خميس وبعض يعني وبعض زميلات كانوا مثل الأستاذة صالحة العبد الله، يعني أذكرهم كانوا في بغداد يدرسون وكان لهم دور في المظاهرات. بدرية خلفان طبعا، يعني بدرية خلفان يمكن كانت مدرستنا يوم احنا في الإعدادي، بس يعني قرينا عن دورها ان هي شاركت في هيئة الاتحاد الوطني ونضالات الحراك اللي كان في 56. يمكن لحد الآن وحتى الأحداث اللي يعني شهدت البحرين في 2011 بينش كثر دور نساء القرى. يعني كان الحراك والمظاهرات اللي كانت في شارع البديع، يعني كان أعداد النساء موازي لأعداد الرجال إذا ما كان أزيد يعني، بس إحنا اللي كنا نشوفه الشارعين المنفصلين شارع للنساء وشارع للرجال، كانت أعداد النساء موازية إذا ما كانت أكثر، يعني مما يدل على أن في وعي وطني قديم وفي جهد للحركة الوطنية قديم وفي انتساب للنساء
في وأدوار لها يعني مشهودة في داخل الحركة الوطنية. يعني أذكر يمكن والأستاذة بدرية معاي لما جينا بنسوي تقرير السيدة وجمعنا شهادات حية، إيش كثر رحنا حق نساء من القرى سواء في السنابس أو في البلاد أو يعني في هذه، مما يدل على أن لهم دور كبير مضاهي لدور الرجال إن كان في التخطيط أو في كل في كل الأدوار. وحقيقة الناشطات اللي في الحركة النسائية أو الحركة الوطنية واللي ذكرتهم الأستاذة بدرية وهم موجودات بعضهم بيننا، يعني ما زالت أدوارهم في كل المفاصل موجودة. أنا أحيي الأستاذة بدرية وأحيي دور المرأة اللي أعتقد أنه هو في حاجة لتوثيق، يعني مو من خلال كتب تتناول الحركة الوطنية بشكل عام، وإنما تركيز على دور المرأة في هذه المفاصل كلها خلال الفترات الزمنية لإبرازه والتركيز عليه بشخصياته وبأدوار شخصياته اللي أدوها اللي ما ذكر. شكرا جزيلا. شكرا أستاذة مريم. رفيقة حياة تفضلي. طبعاً مو عن الحركة الانتفاضات اللي صارت، وأنا أشكر بدرية المرزوق صوت حياة، أشكر الرفيقة بدرية المرزوق على محاضرتها الحلوة واللي صراحة تحفتنا وذكرتنا بماضينا السابق في الريف. طبعاً أنا كنت من سن بدرية اللي هي بتخالتي، وكان لنا دور في داخل القرية إلى جانب التوعية، إلى جانب التثقيف، إلى جانب حث المرأة على التعليم. يعني كان أن لما فتحنا الجمعية في سنة 72 كان هناك شفنا صراع دائر بين العادات والتقاليد ورجال الدين، وفي نفس الوقت اللي إحنا كنا المفاهيم اللي عدنا عن التحرر وعن اللي وش اسمه المساواة بين المرأة والرجل، هذه الأشياء المرأة كانت تعاني منها واجد. ليش؟ لأن احنا الجمعية قعدنا 35 عام بدون إشهار بدون مقر، فهذه الصعوبات اللي واجهتنا والمعوقات في داخل الجمعية أثر تأثير كبير في توعية هذه المرأة أو لمح صفوفها أو نقدر ندخل عليها، لأن عبارة شبه سري صرنا، لأن ما في عندنا متنفس نروح لهم مثلاً في مواتمهم ما يبوننا، في النوادي ما يريدوننا. وذيك الأيام تعرفون يعني ما في ذيك المراكز الاجتماعية وهذه، فكان دورنا يعني يتطلب منا إن احنا نزور عبارة عائلة عائلة أو مثلاً قرية قرية، فكان دورنا تثقيف صحي. تثقيف الصحي عطانا مجال نشوف المرأة بعينها صدق بأنها مرأة تعاني من الأمية، الفقر، المدقع، إلى جانب عدم سكن موجود لها أبداً. يعني زوجها يتزوج بالثنتين وبالثلاث ويحط كل واحدة في حجرة، حمام ما فيه، حمامات والله يعني أنا شفت بعيوني، حتى مساكين لما ننزل لهم في التثقيف الصحي كانوا يقولون لنا جايين يعني تبنون لنا بيوت، والله ما عندنا مكان، شوفوا هذا يخر حمامنا من فوق لتحت على الحجرتي. فيعني لهالدرجة وصلوا إن معاناتهم، إلى جانب عدد الأولاد، ما في تحديد نسل، ما لها المرأة دور لا في الحركة لا في حرية اتخاذ قرار لا في عندها وش اسمه تقدر تروح المدرسة. كثير منهم عرسوهم صغار، يعني لين أني ما صرت مدرسة في 72 كان الصف الإعدادي 40 وحدة، تالي الثانوي تشوفين راح نصه. ليش؟ عرسوهم خلاص. إيه يعني لهالدرجة. أي ما بالش أيامي أنا، أيامنا إحنا يمكن أستاذة بدرية ما قالت إن إحنا 16 وحدة تخرجنا من السادس، كم واحدة منا راحت لإعدادي؟ ثلاث، أني وبنت خالتي وأختي. شوف شلون هذا كلش يدل على يدل على أن المرأة ما كانت توعى بشيء اسمه أهمية التعليم في القرى.
فكانت تعاني حتى من الأمراض. يعني شوفوا إلى أن لاحظنا يعني وإحنا صغار يعني تعتمد على أساليب بدائية في علاج المرض. حتى أن دكتورة سبيتش النجار كتبت في الكتاب أن أكبر نسبة من الأمراض واللي تموت منها المرأة صايرة في القرى، فنسبتها كبيرة جدا، إلى جانب الفقر. يعني أنا لاحظت نساء ما يمتلكون حتى دينار في البيت، يعني من عند زوجها أو من عند ولدها ما عندها، مع أنها تشتغل في البيت رب الجهال، تقوم بكل شيء بأعباء المنزلية، ولا لها تقدير ولا لها احترام ولا لها كرامة مسكينة. يعني وتصيح وعنف أسري بشكل فظيع. أتمنى يعني هاي اللي أعرفهم الحين والله أريد أزورهم أشوف شو أخبارهم وش صاروا، لأن من فتحت ممكن اختصار شوي إن شاء الله عندك باختصار، إن لما جاء المشروع الإصلاحي يعني أعطانا صراحة متنفس جديد، لأن ندخل في أوساط هذه النساء، لأن نعرف أحوالهم، وإن تحسنت لكن لا زال في معاناة في داخل القرى. شكرا يا حبيبي. شكرا لرفيقة حياة، فعلا ذكرتني. أنا طبعا ما كنت من القرية، أنا تحولنا في سنة في السبعينات، وعشت في جمعية فتاة الريف، وشفت دور الرفيقة حياة ونجات في الجمعية، كان لهم دور كبير، وكنا لين نطلع رحلات نطلع بالباصين. كان في ذيك الوقت حياة صدق يعني في أهمية لدور المرأة، وفي جمعية فتاة الريف كان لها دور كبير في القرية. مع العلم أني ما كنت منتسبة لأي تيار في ذيك الحزة، بس هم اللي وعونا وهم اللي علمونا وهم اللي خلونا ننتسب لهذا التيار الوطني. شكرا. أحد دكتور تفضل. مساء الخير، أحييكم طبعا في هذا اليوم، وأنا أردت أتحدث لأنني كنت في شبابي شاهد على التاريخ، تاريخ جمعية فتاة الريف. يعني إحنا كنا من الشباب اللي في تلك المرحلة كنا نكافح مع النساء في سبيل الاعتراف بهذه الجمعية، كان صراع ليس بسيط. طبعا إحنا بدورنا حاولنا نعمل قدر الإمكان أن يكون في هناك مدرسة في القرية، فأثناء ما جمعنا التوقيعات كانوا الناس يعارضون المدرسة بشكل عام، وكانوا يقول لنا أن إحنا إذا وقعنا معاكم إحنا ندري عنكم بتحولونها لمدرسة للبنات، لأن أنتم تبون تخربون القرية مالتنا. فإحنا بالفعل كان نيتنا بهذه الطريقة، وجمعنا التوقيعات والحمد لله يعني تم موافقة على المدرسة. بعد ما وافقوا على المدرسة طلبنا من الوزارة أن يحولونها للبنات والأولاد، بنات صباحي والأولاد مسائي. طبعا كانت معارضة شديدة جدا في تعليم البنات، في كثير من البنات يريدون يدرسون وحرموهم من الدراسة وكانوا يضربونهم، كانت مواجهة شديدة جدا. وأيضا التيار المحافظ اللي برز في القرية وقتها كان صد منيع جدا كان في مواجهاتنا، وحتى وصلت لمستوى أن يكفرون الشباب. هذه مسألة ليست بسيطة، تاريخ يعني يشير إلى حقبة زمنية صعبة جدا، ولكن واجهناها بكل ما نستطيع. كنا يعني بالسر ما نحاول نبرز حالنا في هذه العملية، حتى إن بالفعل جمعية فتاة الريف لعبت دور كبير في القيام بمحو الأمية، وعملوا يعني نتذكر في المدرسة كانوا يجون يدرسون في محو الأمية. ومن المواقف المزعجة اللي حدثني إياها قبل فترة، إحنا نجمع التاريخ حاليا في باربار، من المسائل المواقف المزعجة إن في جو اثنين رجال بيهجمون على المدرسة بيضربون النساء لأنهم يخربون نسوانهم. فلذلك كانت يعني هذه حقائق موجودة. برغم كل شيء أنا ما أريد أن أطيل، ولكن هي برغم من مر الحقيقة المرة، إلا أن إحنا استطعت هذه المدرسة خرج قادر ليست بسيطة في باربار، أصبحوا الطبيبات وأصبحوا لهم حتى مستشارين في المستشفى، وإحنا سعداء بهذه النتيجة برغم من صعوبتها برغم من مرارتها، إلا أن إحنا نفتخر بأن إحنا تمكننا من أن نحقق إنجاز، ونقف إلى جانب جمعية فتاة الريف، وإحنا نحييهم ولازمنا نحيي هذه الجمعية، وقلبنا معهم، مو بس قلبنا معهم في كل شيء. شكرا.
أستاذ نعيم السما. مساء الخير. أشكر الأستاذة بدرية على المحاضرة القيمة. بس حقيقة وأنا جاية الليلة كنت أشعر بسعادة، قلت الحين بسمع ذكريات مع الأول أو أيام كان دائما أحيانا بدرية تتكلم لي إن شلون كانت العيون، شلون كانت النخيل، شلون كانت الأشياء، بس ما سمعت. إن شاء الله تصير في محاضرة ثانية، يعني المحاضرة جدا قيمة لكن مختصرة، أنا أحس لو كانت تحتاج تعطى أكثر. يبين من كلام أخت خديجة وحياة والدكتور شبرنا ما نقدر نفصل اليوم تاريخ مثلا مدينة جد حفص عن تاريخ جمعية فتاة الريف، يعني صارت مكون أساسي، يعني في كثير من المعلومات. يعني اليوم الإنسان لما يملك معلومة قد ما يملكها غيره، يعني دائما أقول ننشغل في الحياة، يعني يمكن اليوم أستاذة بدرية تملك معلومة ما يملكها غيرها، يحتاج أحد يوثق. يعني الذكريات لما كنتوا نسوون الاحتفالات فوق السطح، الاجتماعات في بيت الأخت حياة، أصلا حتى بيتهم هو بروحه تحفة تاريخيا باع، يعني صراحة ففي ذكريات، في أشياء فعلا ترى مهمة لما أنت تملك معلومة ما يملكها غيرك تحتاج توثق. يعني أنا أتمنى تصير محاضرة ثانية. طبعا مهم دور المرأة والحراك، كل واحد يعرف حديث من 2011، بس الذكريات القديمة اللي في السبعينات لما أحد يعرفها فعلا ترى في قصص. لما كل قرى البحرين كلها تجي للجمعية أو كلها تجي لهاي المدرسة، والمدرسة للأسف غير اسمها وراحت، يعني هذه أيضا بعد جزء من التاريخ. يعني الأستاذة حياة، الأستاذة بدرية اللي عايشة والفترة من بدايات ما زلت أقول حين على غرار ما سوت الدكتورة سبيه كان تاريخ، يعني تاريخ أنتوا لما كتبون ده التاريخ هو تاريخ من الوطن، جزء من الوطن، يعني جزء من تاريخ الوطن. أنا ما زلت أقول أهتم بها النقطة، يا ريت نقدر نسوي عمل أن نوثق هذه المعلومات لأن إحنا نتداولها بس تحتاج توثيق. يعني ترى يمكن هاي الخصوصية مي موجودة في دولة ثانية، ما موجودة عندنا إحنا في البحرين أو في جد حفص أو whatever. يعني فأتمنى أن شاء الله في المستقبل يطلع عمل هذا الشيء. يعني ترى ما حد، بعض الجيل ما يعرفون إن يمكن إحنا فعلا في عيون، ترى في كانت حداث، في النساء تمل، في أشياء يمكن ما يعرفونها. شكرا. شكرا أستاذة، ذكرتيني بالاجتماعات فتاة الريف وبالمجلة اللي كانوا يطلعونها بخط اليد، ومن أوائل الناس اللي كتبوا عن قانون الأحوال الشخصية في اللي هي البذرة أتذكر، فكان لها تاريخ كبير جمعية فتاة الريف ودور كبير في القرية. تفضل أستاذة إيمان. شكرا أخ خديجة. يعني أنا أحب أحيي الرفيقة الأستاذة بدرية وأشكرها على محاضرتها، على الإضاءات اللي قدمتها، ويعني إحنا لابد إن إحنا نشيد فيها اليوم. بدرية نفسها، يعني أستاذة بدرية تعتبر اللي تخرجت من رحم الريف، اللي يعني تعتبر أول مهندسة في البحرين، يعني وهي تقدم لنا وإحنا نحتفي اليوم بيوم المرأة الريفية، فلها التقدير والتحية. يعني بعد إحنا نحتفي اليوم بالمرأة، بيوم المرأة الريفية الدولي، وإحنا يمكن نجد إن ما في فرق صار بين الريف والمدينة. يعني يمكن أول في تحديات، في صعوبات، لكن إحنا نحتفي بنضال النساء الريفيات، يعني نضالهم على مستوى، على كل مستوى. يعني قبل إنشاء جمعية تأسيس جمعية فتاة الريف، أو على مستوى تحصيلهم العلمي اللي كانوا يعني يروحون المدارس بالخش، يعني حتى عن أقرب الناس لهم، يعني حتى عن أهاليهم كانوا يروحون يبدلون ثيابهم ويون كأنما ما راحوا مدرسة ولا شيء، وهذه يعني واقع. يعني يعني أنا أبي أقول إنه يعني حتى بدرية وجدت ما وجدت فرق في الحراك السياسي، يعني على مستوى فتاة الريف يعني قامت بكذي أو فتاة المدينة يعني الحين. فإحنا يعني لما نستذكر اليوم الدولي للمرأة الريفية،
نستذكر نضال نسائنا الريفيات اللي كانوا التحديات اللي كانوا يواجهونها والصعوبات المعوقات وكانوا ينحتون في الصخر لحد ما انتفت اصلا هذه الفروقات بين المدينة والقرية. شكرا. استاذ احمد تفضل. يعني اللي حبيت أقوله إن في الفرجان كل اللي كنا أهل من خوات ومن إخوان كلنا في الفرجان في كل المناطق في البحرين كلنا نحترم بعضنا بعض ونحب بعضنا نطق البيت ما تكن هاي بيت ياري كأن بيتك تشوف خواتك إخوانك أمهاتك كلنا كنا مترابطين ترابط زين أحسن من الحين بعد في الفرجان بالنسبة حق المنطقة كان قبل الكل عرف الثاني تسأل وين بذي فلان يجليك بلا وين بذي فلان يجليك أحن محد أحن صار تفكك وأتمنى أن لازم يصير ترابط إحنا كلنا إخوان وكلنا أهل ونحب بعضنا بعض ومشكورين. شكرا أستاذ. تفضل أستاذة ماريا. إحنا وإحنا حاليا نذكر المرأة الريفية يعني لابد أن نذكر دور الجمعيات النسائية في البحرين. الجمعيات النسائية في البحرين قدموا الكثير من مشاريع التوعية في قرى البحرين سواء التوعية يعني مشاريع محو الأمية أو الجانب الصحي يعني في يعني الجانب الصحي تقريبا اشتركوا في كل الجمعيات في تقديم محاضرات صحية في كل قرى البحرين أيضا في بعض المبادرات التعليمية لمشاريع محو الأمية مثلا في سترة في النبي صالح ذكر جمعية نهضة فتاة البحرين قدمت هذه يعني مشاريع توعية أو مشاريع محو أمية وعضوات الجمعية ما كانوا بنفسهم يدرسون في هذه يعني المدارس أيضا مشروع تعليم الكبار حق المتسربين من التعليم في الثمانينات في الدراز سوته أيضا جمعية نهضة فتاة البحرين وتخرجوا العديد من اللي تسربوا من التعليم النساء ووصلوا يعني تخرجوا من التوجيهي ووصلوا دراستهم الجامعية. فالجمعيات النسائية كان لها دور كبير في التوعية وفي يعني جذب انتباه المرأة القروية وتعريفها بحقوقها كانوا من خلال محاضرات محو الأمية ومن خلال المحاضرات الصحية طرحوا كثير من المفاهيم اللي كانت لن تصل إلى هؤلاء النساء يعني بدون التخطيط وبدون برامج الجمعيات. أتذكر في سترة بعد في بداية الثمانينيات كان هناك مجموعة من نساء سترة منهم وداد السفراوي ومار السفراوي اللي الحين يناضلون علشان من خلال جمعية سترة يعني جهود طبعا متضافرة في كل مكان للعمل الأهلي النسائي وحتى كان النوادي الأندية اللي كانت في هذه القرى يعني مثلا كان مشروع الصوف أتذكر اللي سواه نادي باربار كأنه مع الجمعيات النسائية وعن طريق هذه المشاريع يعني النساء تعلمت الكثير وكان لهم متنفس أن هم يعني يجون ويتعلمون مهنة ويعرفون أشياء جديدة. أيضا في سترة كانت في لجنة في بداية الثمانينات في لجنة نسائية في نادي سترة حاولوا أن هم يأثرون على أو أن يستفيدون
من الأعداد الكبيرة اللي في محو الأمية اللي كانت في مدرسة سترة علشان يوعونهم بأمور أخرى. أتذكر صارت في معارضة كبيرة من رجال الدين وحرقوا النادي علشان يعني يحدون من النساء. مثل ما ذكرت يمكن إحنا في حاجة حق دراسة يعني نذكر فيها كل هذه الجهود اللي صارت في مختلف قرى البحرين، وأعتقد حتى جمعية أوال في عراد عندهم نفس المجهود إذا في قرية عراد وفي القرى المحيطة بالمحرر. يعني نحتاج إن إحنا نوثق كل هذه الجهود اللي توثق حق المرأة الريفية واللي توثق أيضا حق المشاريع اللي استوت، يعني سواء يعني في شارع قرى شارع البديع أو في سترة أو حتى في كرزكان ونادي الريف. كانت لنادي الريف كان الكثير من التعاون مع الجمعيات النسائية من أجل توعية النساء. شكرا. ذكرتيني بفتاة الريف، طبعا كثير تخرجوا من محو الأمية من فتاة الريف، من ضمنهم رفيقتنا هاشمية سعيد تخرجت إلى أن اشتغلت، بدأت من محو الأمية التوجيهي وبعضهم وصلوا حتى الجامعة، منهم الأخوات الرفيق فلاح اللي هي حليمة وهاشمية وصلوا للدراسة الجامعية والآن هم يشتغلون. شكرا. تفضل أستاذ فلاح، رفيق فلاح. شكرا رفيقات، يعني شيء جيد وجميل ان في الوقت الحالي تبوا يعني على راس اتحاد النساء البحريني امراه خرجت من الريف يعني او ريفيه بالاحرى. اعتقد كما ذهبت اليه يعني رفيقه مازن حول ان الفوارق تكاد ان تكون معدومه او قليله بين المراه في الريف والمدينه، لانه في الوقت الحالي ممكن نقول، لأن في الفترات السابقة خاصة إذا ما جزأنا هذه الفترات إلى فترات متوسطة بالعشر سنوات أو العقد كان هناك فارق كبير، يعني ليس فقط ما بين المدينة وهي المنامة بالذات العاصمة والمدن الصغيرة، حتى ما بين المدن الصغيرة جد حفص مثلا كمثال والقرى عندنا، يعني في الوقت اللي كان على الأقل نقدر نقول أن هناك إمكانية للمرأة يعني في السبعينات مثلا المرأة في جد حفص كمدينة صغيرة أن تذهب إلى التعليم، كان بناتنا في الريف ممنوعين من التعليم. البداية السبعينات على الأقل كنا نرى أن إحنا في الحجر والشاخورة وبصيرح مثلا كانوا فقط بنات تنتين يذهبون إلى المدرسة، في حين كل هاي الثلاث القرى عندنا مدرسة من الخمسينات في القرية إلى البنين، في حين البنات لا يوجد. شغلة اللي أعتقد مهم نشير لها، هذا الانتشار في الوقت الحالي مهم أن نشير إلى دور القوى التقدمية والمناضلين والوطنية، لأن بالفعل كانوا يحاربون على جبهة محاربة التقاليد يعني البالية أو الفكر اللي كان يعيق تعليم المرأة، وكنا بالفعل يعني نلاقي مصاعب كثيرة، وأعتقد ذكر الرفيقات حول دور فتاة الريف وما لاقته. ليس فقط إحنا، يعني هناك كثير من الأمور، أعتقد أن الدراز مثلا كمثال بحيث أن اضطر أن يفتح مدرسة أول مدرسة لتعليم البنات في الدراز في بيت أحد الأشخاص. نقطة بعد أيضا مهمة، أن إحنا في طوال هذه الفترة خاصة في فترة السبعينات يعني كأنما وقفت الدولة موقف المتفرج على هذا على هذا الصراع أو هذا الحراك، في حين كان هناك في حراك مجتمعي حقيقة تقوده مجموعة من الفتيات والبنات الطامحات إلى تغيير واقعهم، يساندونهم حقيقة مجموعة من الشباب، لأن تركوا يعني من الجانب الرسمي كان نوع من التفرج. أعتقد في كثير من الأمور بالنسبة إلى موضوع النساء اللي تعلموا محمية ودخلوا بعد المدرسة، يمكن إحنا في محتاجين إحنا نصحح، مو كل البنات اللي درسوا مسائيا هم متسربات من التعليم، بل إن معظمهم حرموا من التعليم على أساس للدقة، لأن في كثير منهم عندما تزوجوا بتشجيع من أزواجهم ما لذلك ذهبوا إلى التعليم، بعضهم كانوا يحصلوا مساندة من بعض الأخوة أو بعض أهاليهم على أساس أن يدرسون مساء، لأن الصباح ما كان هناك في إمكانية أن يتابعون مدارس بعيدة، يعني مدرسة دراز ومدرسة منطقتنا كلها شارع بديع مدرسة دراز ومدرسة جرحة، القرى ما في وسط لم تكن هناك أي مدرسة للبنات.
هذه المشاكل اعتقد مثل ما قالت الاخ مريم محتاجين الى توفير والى يعني بالفعل واصدارها في صوره تكون توضح دور بالذات يعني كان هاي الجهود وهي النضال اللي بذل فيها. شكرا. شكرا رفيق. رفيق سيد جعفر تفضل. على خير الكلام ما قل وذل يعني. لا بغيت أسأل أنا ما هو دور الجمعيات النسائية في الدفاع عن النساء في غيائه بالسجون من الدور اللي تقومون به يعني للدفاع عنهم. شكرا. الرفيقة فهيمة تفضل. يعني في البداية أحب أشكر الرفيقة بدرية على هذه الورقة وإدارة الندوة أم فراس، شكرا لكم. ثانيا يعني أنا من متابعتي للمداخلات وال يعني المناسبة اللي احنا فيها هي مناسبتين من الورقة الأولى التي تطرقت إليها خديجة، إن في يعني النساء أكثر فقرا من يعني في العالم خاصة الريفيات. زين الريفيات يعني هم في هالحالة الاقتصادية يعني اللي يلاقونها الورقة لم تتطرق إليها في الماضي والحاضر. فيعني احنا اذا نشوف حاليا مع هذا التطور بعد نرى ان الفتيات هم الاكثر بين يعني البطاله من جهتهم. فيعني حجم البطاله بين الخريجات ايضا اكثر، فما بال اللي في الريف اللي هما يعني في العالم. والمناسبة الثانية اللي هي بتكون القضاء على الفقر في خلال يعني من ضمن أهداف التنمية المستدامة اللي مضت 15 سنة ما صار بالنسبة لها هذه الألفية الأولى اللي صارت 15 سنة على الهدف هذا الفقر وما قضوا عليه. والثاني الحين لسنة 2030 بعد بيكون فيها يعني 15 سنة للقضاء على الفقر. فيعني بالعكس مع الأوضاع اللي قاعدة تصير الإقليمية الفقر بالنسبة للريفيات في ازدياد وفي يعني تراجع في إذا في يمكن في بعض المناطق يمكن شيء بسيط ارتفع ولكن في قصدي يعني تحسن وضعهم. وفي مناطق ثانية خاصة اللي فيها الحروب يعني خلنا نرى اليمن يعني فيها ريف وفيها النساء يعني تعمل بس يعني من أفقر الشعوب العربية صايرة يعني بصراحة. حتى في إذا بتشوفي في مصر أرياف مصر بعد يعني يشكلون الفتيات الريفيات في الدول العربية أكثر من 65% من الفقر. هذا ما والمغرب إيه والمغرب ومصر وإيه يعني يمكن الأردن شوية في اهتمام يعني شوي والعراق ترى بس في الاهتمام يعني بالنسبة لدولة يعني الأردن في شوية هذه منظماتها قاعدة تعمل من أجل تحسين الوضع الريف في قراها النساءهم بس في الدول الثانية ما زال. فأنا أقول يعني بالنسبة يعني بدري أنا يعني أبي أعرف بالنسبة للحالة الاقتصادية اللي تعيشها يعني خريجاتنا الحين يعني النسبة شلون بين البطالة في العمل خسارة يعني حتى يعني أنا ما أقدر أقول لكم أحي القرى لأن التعليم صاير في القرى يعني بشكل عالي بالنسبة للبنات يعني نسبتهم عن الرجال. وشكرا. دكتور تفضل. الأستاذة يعني أم هاشم ذكرتني بحالة
المحامي مناصر النساء كتب في أحد مذكراته بعثنها لي أشار إلى حادثة في أيام زمان عندما قد ودى أخته المدرسة وبنت أخته، فكانت أخته أساسا تتحايل على الوضع تبدل ملابسها في بيت أخو حسن على أساس أن الأبو كان معارض شديد لهذا التدريس المرأة. فهذه الحالة كانت متواجدة عندنا حتى في القرى. أنا هاي لأن تذكرت رأسا من سمعت الكلام تذكرت أن قبل فترة إحنا كنا نجمع مثل ما قلت لكم بعض الحيثيات عن واقع القرية، فالأستاذ حسن المحامي حسن علي سجل هذه الملاحظة بالنسبة للظروف اللي كانت تمر فيها المرأة في تلك المرحلة. أنا بس أردت أن أشير برغم كل المصاعب حاليا إحنا مثلا في نادي باربار وضعنا برنامج لتمكين المرأة، وحين إحنا في قيد الدراسة طبعا في البداية لما قعدنا ندرس الموضوع في مخاوف مدى ردة الفعل، ولكن إحنا وجدنا أن لن تكون هناك ردة فعل لأن الظروف تغيرت، وفي موجود هذا تمكين المرأة موجود أساسا في الأندية في المالشية، في هناك عضوة في مجلس الإدارة وفي القرى الثانية، وبالتالي نحن متوجهين إلى تنفيذ برنامج تمكين المرأة، ونتمنى أن يكون في دعم من المرأة نفسها دعم جهودنا. شكرا. مصر حياكم. ما أدري يعني بالنسبة لسؤال السيد عن ماذا عملت الجمعيات النسائية للمعتقلات، ما أدري إحنا ترجعنا لبداية الحراك أول ما صار في معتقلات نساء. أتذكر إن الاتحاد النسائي تحرك إنه يزور المعتقلات بس كان الوضع الأمني سيء. شيء ثاني إحنا الجمعيات والاتحاد ممنوعين من العمل في السياسة، يعني من هذا قانون العمل قانون وزارة العمل يعني. بس إحنا بعد مع ذلك الجمعيات النسائية قصدي الاتحاد النسائي يصدر تقرير الظل للسيداو. هذا تقرير الظل للسيداو في 2013 مثل ما قالت مريم رحنا قابلنا نساء معتقلات وأخذنا شهاداتهم وتوثقوا في تقرير الظل ورفع إلى لجنة السيداو في الأمم المتحدة، وهناك يعني عرض أمام التقرير الحكومة. يعني هاي طبعا اللي يعني عملت إيه ممكن بعد مريم أو إيمان يعني بس يعني التقرير هذا لما راح طبعا الحكومة عرفت يعني في إحصائيات عن النساء المعتقلات والتعذيب وال يعني اللي طبعا تعرضت للمرأة، ويعني طبعا حصلنا تأنيب من السلطات يعني بسبب هذا التقرير. يعني ما كان بس كان الوضع الأمني أخف من الحين. الحين لو يطلع نفس التقرير يمكن تتسكر الاتحاد النسائي بعد والجمعيات النسائية. يمكن مريم دا تحبين تضيفين مكرفون بضيف على اللي قالته الأستاذة بدرية أن الاتحاد النسائي اشتغل مع لجنة بسيوني ورصد يعني حالات وفقا لاستراتيجية اللجنة ووثق كثير من الانتهاكات التي وقعت على النساء، وفيما بعد هذه الاستمارات كلها سلمت للجنة بسيوني. وأيضا النساء نفسهم يعني وديناهم حق اللجنة قابلوا اللجنة بناء على طلبها لما ودينا لهم الاستمارات. فيعني في ظل الوضع الأمني المتاح يعني حاول الاتحاد ومثل ما ذكرت الأستاذة بدرية تقرير السيداو يعني يوثق لشهادات حية من الانتهاكات اللي وقعت على النساء، ومن واقع أيضا الاستمارات اللي اشتغل عليها مع لجنة بسيوني ووثق للمفصولات أيضا في تقرير السيداو اللي نوقش في فبراير 2014.
خلاص خلاص. نشكر الأستاذة بدرية على محاضرتها القيمة وعلى المعلومات اللي قدمتها لنا، ونتمنى إن شاء الله في حلقات قادمة في محاضرات ثانية حول النساء في البحرين. نشكر حضوركم، تصبحوا على خير.